السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، سنبدأ اليوم بشرح قصيدة وحر قلباه للشاعر أبي الطيب المتنبي. أولا لنتعرف بالشاعر. أبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي الكندي، هو شاعر حكيم، وهو من أحد مفاخر الأدب العربي. ولد في محلة تسمى كندة وإليها نسبته. أيضا عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب. ننتقل إلى مكانته الأدبية. هو من أعظم شعراء العرب وأكثرهم تمكنا من اللغة العربية وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها. أيضا له مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العربية. أما علاقة المتنبي بسيف الدولة الحمداني، فقد اتصل المتنبي بسيف الدولة الحمداني ووجد فيه طموحه في القائد العربي، فنال عنده الحظوة والرعاية وخصه بالعطف وقربه، فمدحه المتنبي في قصائد من عيون الشعر العربي. ما مناسبة هذه القصيدة؟ مناسبة القصيدة معاتبة المتنبي لسيف الدولة الحمداني على سماعه أقوال الواشين فيه. أبرز المضامين التي احتوتها هذه القصيدة. من أبرز المضامين، عاتب فيها المتنبي سيف الدولة على سماعه أقوال الواشين فيه. ثانيا خاطبه بحديث المحب المعاتب، وأيضا طلب إلى سيف الدولة أن يكون عادلا في معاملته ودعاه إلى الوفاء بعهوده له. أيضا أكد في نهاية القصيدة أن عتابه لسيف الدولة ما هو إلا محبة وود. وأيضا أظهر المتنبي في هذه القصيدة براعة فائقة في نظم الشعر. هيا لنتناول أبيات القصيدة. البيت الأول: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. وحر قلباه، الوا طبعا واد حرف نداء يفيد الندبة. قلباه المقصود قلبي، شبم أي بارد. يقول الشاعر في هذا البيت: وحر قلبي واحتراقه، بمن قلبه عني بارد، ولا يرى بأن سيف الدولة الحمداني لا يعتني به ولا يقبل عليه، فقلبي حار من حبه وقلبه بارد من حبي، ويرى بأن جسده معتل. هنا برزت الكناية في قول الشاعر حرارة القلب، أي كناية عن الحب والتعلق. أما برود القلب بقوله ممن قلبه شبم، أي كناية عن قلة اهتمام سيف الدولة بالمتنبي. هنا توجد صورة فنية بقول الشاعر وحر قلبه، أي صور الشاعر الحزن والحسرة بنار تحرق قلبه. سؤال: مما يشكو الشاعر؟ يشكو الشاعر من جفاء سيف الدولة وبرود قلبه، ومن سقم ألم به وأحر قلبه نتيجة هذا الجفاء. ما الغرض البلاغي للنداء في قوله وحر قلبه؟ أي الندبة. وما العاطفة البارزة في هذا البيت؟ عاطفة الألم والتحسر. ينتقل إلى البيت الثاني: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعى حب سيف الدولة الأمم. أكتم أي أبالغ في كتمانه. الأمم مفردها أمة وهي الجماعة من الناس. ما الغرض البلاغي للاستفهام ما لي أكتم حبا؟ هنا الاستفهام غرضه التعجب. يوازن الشاعر في هذا البيت بين حاله وحال خصومه مع سيف الدولة، فحب الشاعر لسيف الدولة
صادق ليس فيه تكلف، وقد أبرى جسده وأنحله، وأيضا حب الآخرين لسيف الدولة ظاهره صادق وباطنه متكلف. بدأ الشاعر في هذا البيت لبقا ومؤدبا في عتابه، وضح ذلك، أي بأن عتابه أو عاتبه بإظهار مدى حبه له، وهذا الحب الذي أبرى جسده وأنحله وهو كاتم له ليتجنب التملق في حبه كما يدعيه غيره. البيت الثالث: إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم. ليت حرف يفيد التمني، فيقول الشاعر بأنه إن كان يجمعنا من أفاق البلاد المتباعدة حب لسيف الدولة، فيرى الشاعر أو يتمنى بأن نقتسم عطايا سيف الدولة الحمداني كما نقتسم حبه، وعلى قدر حبنا تكون عطايا. الغرض البلاغي للتمني التحسر. أما البيت الخامس: أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. هنا يرى الشاعر أعيدها بمعنى أحفظها، وتحسب بمعنى تظن. الشحم هي مادة دهنية تكون في جسم الإنسان أو الحيوان. الورم هو انتفاخ الجسم بسبب المرض. يعيد الشاعر نظراته الصادقة أن ترى الشيء بخلاف ما هو عليه، وأن تحسب الورم شحما، فتكون كمن يحسب السقم صحة والورم سمنا. في هذا البيت دلل الشاعر على مضمون المثل استسمنت ذا ورم، وشبه الشاعر في هذا البيت حال من لا يميز بين الشاعر المبدع والشاعر الضعيف، بحال من لا يميز بين الجسم الوارم والجسم السمين. البيت السادس: ومن انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. استوت أخي الدنيا كناية عن الإنسان، ناظره عينه، الظلم مفردها ظلمة وهي سواد الليل. يقول الشاعر بأنه إذا لم يميز الإنسان البصير بين النور والظلمة، فأي نفع له في بصره، ويرى بأنه يجب أن يميز سيف الدولة الحمداني بيني وبين غيري ممن لم يبلغ درجتي كما يميز بين النور والظلمة. والغرض البلاغي للاستفهام النفي. هنا وردت صورة فنية، فصور الشاعر الإنسان الذي لا يميز بين الشاعر المبدع والشاعر الضعيف، بالآمل الذي لا يميز بين النور والظلام. أما البيت السابع: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. الأعمى كما تعلمون هو فاقد البصر، أما كلماتي قصائدي، وصمم فاقد حاسة السمع. في هذا البيت يريد أن يقول الشاعر لسيف الدولة بأنه أنا الذي ينظر الأعمى إلى أدبي، أفلا تنظر إليه وأنت مبصر. وأيضا أسمعت كلماتي بمعنى قصائدي الأصم وأنت تسمع، أفلا تفهم ما أقول. هذا البيت يدل على اعتداد الشاعر بشعره. سؤال: عبر الشاعر بالفعل الماضي نظر وأسمعت، وذلك لبيان أن معناهما ثابت ومحقق. ورد طباق الأعمى ونظر وبين صمم وأسمعت، وهذا الطباق يفيد إبراز المعنى وتوضيحه. والعاطفة البارزة في هذا البيت عاطفة الفخر. أما البيت الثامن: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. جفوني مفرد جفن وهو غطاء العين من أعلاها وأسفلها. ملء جفوني أي كناية عن إراحة الفكر والإطمئنان. شواردها أي القصائد السائرة التي تروى بكل مكان. جراها الأصل جراءها، لكن حذفت
التسهيل، بمعنى من أجلها. ويقول الشاعر في هذا البيت: أنام ملء جفوني أي مطمئنا، يرى الشاعر بأنه هو ينام مطمئنا مرتاح الفكر عن قصائد الشعر، لأنه يدركها متى يشاء بسهولة ومن غير أن يرهق فكره. أما غيره من الشعراء فإنهم يسهرون لأجلها ويتعبون ويتنازعون في تدقيق معانيها وجودة مبانيها. إذن هذا البيت هو يدل على اعتداد الشاعر بنفسه. ووردت كناية في هذا البيت بقوله: أنام ملء جفوني، وذلك كناية عن إراحة الفكر والإطمئنان. أما البيت التاسع: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. يخاطب الشاعر في هذا البيت سيف الدولة الحمداني، فيظهر مدى صعوبة فراقه، فكل شيء وجده بعد فراقه عدم. العاطفة البارزة في هذا البيت وهي عاطفة الحب. ننتقل إلى البيت العاشر: ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، لو أن أمركم، من أمرنا أمم. ما كان أخلقنا أي ما أجدرنا، تكرمة مصدر كرمة وهي التعظيم ورفعة الشأن، أمم أي قريب. يقول الشاعر: إنه أجدر الناس بكرم سيف الدولة الحمداني، فهو أهل للتكرمة. أما البيت الحادي عشر: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. حاسد أي من يتمنى زوال النعمة عن الناس. ويخاطب الشاعر في هذا البيت سيف الدولة الحمداني ويقول له: إن سررتم بقول حاسدنا وطعنه فينا فقد رضينا بذلك، إن كان لكم به سرور فإن الجرح الذي يرضيكم لنجد فيه ألما. هنا وردت صورة فنية، فصور الشاعر كلام الحاسدين أداة حادة تجرحه، وأيضا صور رضا سيف الدولة الحمداني دواء يزيل عنه الألم. لننتقل إلى البيت الثاني عشر: وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم. رعيتم أي حافظتم علي، أنها العقول، ذمم عهود. يرى الشاعر ويقول بأنه إن لم يجمعنا الحب فقد جمعتنا المعرفة، فأهل العقل يرعون حق المعرفة، فالمعارف عندهم عهود وذمم لا يضيعونها. شبه الشاعر المعارف بالعهود التي يجب المحافظة عليها وعدم نقضها. لو طرح عليك سؤال: ما دلالة تركيب أهل النهى؟ أهل النهى ذو العقول الراجحة، ومنهم سيف الدولة الحمداني. لننتقل إلى البيت الثالث عشر: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. كم هنا خبرية تفيد التكثير، عيب أي مذمة. يقول الشاعر: تطلبون أن تلحقوا بنا عيبا تعيبوننا به فيعجزكم وجوده، وهذا الذي تفعلونه مكروه عند الله وعند الكرام. صور الشاعر الكرم إنسانا يكره. البيت الرابع عشر: ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم. ليت حرف يفيد التمني، الغمام أي السحب، والديم وهي مطر يدوم سقوطه بلا رعد ولا برق. يرى الشاعر بأنه ليت الممدوح الذي يشبهه بالغمام، والذي تصيبني صواعقه أي أذاه، ويصيب غيري من بره ورضاه، يزول ذلك الأذى إلى من عنده ذلك البر فينتصف الفريقان. صور الشاعر في هذا البيت سيف الدولة الحمداني سحابا، وصور إذا سيف الدولة سواعق تنتج عن هذا السحاب، وأيضا صور
عطايا صيف الدولة إلى غيره غيوما ماطرة. الغرض البلاغي للتمني التحسر. أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم. الوخادة وهي الإبل التي تسير الوخد، وهو ضرب من السير السريع. الرسم وهي الناقة التي تسير الرسيم، والرسيم ضرب من سير الإبل السريع فتؤثر في الأرض بأخفافها لسيرها الشديد. فيرى الشاعر بأنه يكلفني البعد عنكم قطع كل مرحلة لا تقوم بقطعها الإبل المسرعة ولا تطيقها لشدة أهوالها. صور الشاعر البعد إنسانا يكلفه بالسفر لمسافة بعيدة. البيت 17. أما البيت 17، لئن تركنا ضميرا عن مياميننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم. ضمير هو جبل على يمين قاصد مصر من الشام. يشير الشاعر في هذا البيت إلى سيف الدولة، فإن تركتم الإبل وأخذتم بنا طريق مصر يحدث الندم على فراقي. أما البيت 18، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم. أي ترحل، أي انتقل من مكانه. يقول الشاعر إذا سرت عن قوم وهم قادرون على إكرامك حتى لا تحتاج إلى مفارقتهم فهم الذين اختاروا الارتحال. البيت 19، شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. يصم جذرها وصم بمعنى يعيد. يقول الشاعر إن شر البلاد مكان لا يوجد فيه صديق، وشر الأعمال أيضا ما يجلب لصاحبه العيب والمذمة. لننهي هذه القصيدة في البيت الأخير، هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدر إلا أنه كلم. مقى بمعنى المحبة، الدر هو اللؤلؤ، وكلم بمعنى اللفظة وهي جمع كلمة الدالة على معنى وجمعها كلمة. يقول الشاعر في هذا البيت، هذا الذي أتاك من الشعر عتاب مني إليك. إلا أنه هذا العتاب سوى محبة وود، ولأن العتاب يجري بين المحبين وهو در لحسن لفظه ونظمه. فإن أزعجتك هذه الكلمات فهي محبة خالصة ومودة صادقة. فصور الشاعر في هذا البيت ما نظمه من كلام في قصيدته بالدر الحسن لحسن لفظه ونظمه. تضمن هذا البيت العتاب، معنى العتاب هدية الأحباب. أما